من امثال القران الكريم يقول الله تعالى الذين ياكلون الربا لا يقومون يعني من قبورهم يوم البعث والنشور الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس يعني من الصرع والتلبس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. الربا من اكبر الكبائر واعظم الموبقات وقد تاذن الله بحرب اهل الربا وقال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. قال عليه الصلاه والسلام اجتنبوا السبع الموبقات وذكر منها الربا ولعن صاحبه لعن اكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه قالهم سواء رواه مسلم هذا الربا ممحوق البركه يمحق الله الربا يضرب الله عز وجل مثلا في هذه الايه مثلا لسوء مال المرابي وشده منقلبه في الاخره والى حاله السيئه بالغه السوء عندما يقوم من قبره يوم الدين يوم يبعث الله الناس من قبورهم في في نشورهم فقال الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس المصروع الذي صرعه الشيطان بالجنون فهو يعثر ويقع ويقوم وينكفئ على وجهه وهكذا الشيطان يتخبطه فيضطرب حالته كمثل المصروع والمجنون عقوبة له كما قال ابن عباس رضي الله عنهما اكل الربا يبعث يوم القيامه مجنونا يخنق مجنونا يخنق وقال أيضا يقال يوم القيامة لآكل الربا خذ سلاحك للحرب وقرأ لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس طبعا أي سلاح ما عندهم شيء يوم القيامة يأتون ربهم عراة بهما ما معهم شيء قال قتادة عن الآية هذه لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس قال تلك علامه اهل الربا يوم القيامه بعثوا بهم خبل من الشيطان يعني الفضيحه ان المرابي اذا قام من قبره بين الناس الذين يقومون قبورهم يعرف مباشره بتعثره وتخبطه ووقوعه وانكفائه على وجهه واضطرابه وسوء حاله من اول ما يقوم من القبر من اول البعث والنشور عذاب فضيحه من اولها لا يقومون من قبورهم الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس المرابي عذابه في البرزخ ايضا ولذلك قال عليه الصلاه والسلام رايت الليله رجلين اتياني فاخرجاني الى ارض مقدسه قيل هي ارض الشام فانطلقنا حتى اتينا على نهر من دم فيه رجل قائم وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجاره فاقبل الرجل الذي في النهر نهر دم منتن خبيث فاذا اراد الرجل ان يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان فقلت ما هذا؟ فقال الذي رايته في النهر آكلوا الربا رواه البخاري أه كما أكلوا الربا في الدنيا أضعافا مضاعفة حتى عظمت في بطونهم كذلك في البرزخ يأكلونها صخورا تعظم في بطونهم وتثقل بها حركتهم لا يستطيعون ان يخرجوا من نهر الدم المنتن ياكلون صخور وراء صخور وعذاب وراء عذاب والحركه بطيئه ثقيله لان صخور في بطنه هذا عذاب المرابي في البرزخ وعند القيام من القبر هذا عذابه قيل انهم يبعثون يوم القيامه قد اتفقت بطونهم كالحباله كلما قاموا سقطوا، كلما قاموا سقطوا والناس يمشون عليهم. هذا هذه علامتهم يوم القيامه يعرفون بها ثم العذاب بعد ذلك في النار اشد اشد. اشد اشد. أشد الايه فيها دليل على ان الشيطان فعلا يتلبس بالانسان، وانه يصرعه. طبعا هذه بمشيئه الله. فاما من اراد الله حفظه لا يقدر عليه الشيطان ولا يستطيع ان يصرع ولا ان يتلبس به وكثيرا ما يكون اهمال الاذكار سببا في تلبس الشياطين بالانس الايه فيها عاقبه المرابي عبر عن اخذه للربا بالاكل قال الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الاكل اقوى مقاصد الانسان في المال ياكلون الربا ياكلون ما هو ما ياخذون فقط ياكلون ياكلون الربا جشعا وحرصا وليس انتفاعه انتفاعهم به انتفاعا خارجيا لا يدخل في بطونهم يشترون بالربا طعاما لهم وكل لحم نبت من سحت فالنار اولى به. هذا المرابي طعامه من الربا ولباسه من الربا وسكنه من الربا وانفاقه على اولاده من الربا و وادخاره بالربا ولذلك وعيده شديد. ونظرا لتلبسه بالربا ياكله صخورا في نهر الدم المنتن في القبر ويقوم كالمصروع والمجنون يتخبط هؤلاء ليس فقط ياكلون الربا لكن يشرعنون لانفسهم اكل الربا ويجادلون في حله قال تعالى في الايه ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا وهذه مقوله اهل الجاهليه الذين يعترضون على احكام الله بل يكذبون على الله بل يقولون ان الله اباح الربا كما اباح البيع انما البيع مثل الربا يعني البيع يجيب ارباح والربا يجيب ارباح لكن كذب على الله الله ما اباح الربا أحل الله البيع وحرم الربا فبين تعالى بين الحكم الصادر عنه في إباحة هذا وتحريم هذا إباحة البيع وتحريم الربا وليس البيع نظير الربا لا تقيسوا الأشياء القياس الباطل لا تخلطوا تلبس الحق بالباطل وهذا الاعتراض على الشرع إنما البيع مثل الربا هذا مثل هذا خلط تلبيس تضليل لانفسهم وللاخرين. يريدون الاستحلال. الذي ياكل الربا لا يريد ان يحس انه انه ياكل الاثم وياكل سيئات بل يريد يعني ان يطيبه لنفسه بزعمه ف يحل ذلك بالقياسات الفاسده انما البيع مثل الربا فكذبهم الله فقال واحل الله البيع وحرم الربا ما لكم كيف تحكمون هذا مثل هذا البيع فيه اجتهاد واحد يشتري باقل ويبيع باكثر فالشراء فيه جهد والبيع والتسويق فيه جهد في عمل لكن الربا يقرض وينتظر لتأتيه الفوائد أضعافا مضاعفة ويزيد في الأجل ليزيد له المقترض في الفائدة وإذا صارت الفوائد مركبة صارت أزيد وأزيد وأكثر وأكثر وتتضاعف مع الوقت والمرابي جالس لا يحرك ساكنا لا يبذر لا يزرع لا يصنع لا يبيع يشتري صفقات لا يبني الربا هذا مهلكه لماذا صارت بعض الانظمه الحديثه تذهب باتجاه الفائده الصفريه لانهم ادركوا ان تخزين الاموال في البنوك لاجل الربا وعدم التحريك مفسده على الاقتصاد العام ولذلك لما اتجهوا الى قضيه الفائده الصفريه حتى يدفعوا المرابين الى تحريك الاموال بالاعمال زراعه صناعه تجاره اجاره لان الفائده الصفريه معناه انك ما تاخذ ما تاخذ شيئا على الودائع وهذا ادركوها مؤخرا الان ادركوها مؤخرا وصاروا يحاولون الاقتراب من الفائده الصفريه واذا رفعوا يعني ربع في المئه نصف في المئه سبحان الحكيم العليم سبحانه يعلم مصالح العباد الله عز وجل في الايه فتح الباب للتوبه يعني لو واحد تورط وفعل و وزل وضل وعاند وكابر قال الله فمن جاءه موعظه من ربه فانتهى بلغه نهي الله فاتعظ وتذكر وفهم رساله الترهيب فانزجر فله ما سلف من المعامله عفى الله عما سلف من تاب من الربا ولم يكن عالما بالتحريم تاب الله عليه له ماله السابق ومن كان يعلم بالحكم وتاب يتخلص من الزيادة وإذا كان يحتاجها فهو أولى من غيره وما دام تاب تترك له تشجيعا له على التوبة عند بعض العلماء إذا تاب وكان محتاجا إليها ومن أراد السلامة يأخذ رأس المال ويتخلص من الزيادات وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وكلنا أمرنا إلى الله أمره إلى الله نسأل الله سبحانه وتعالى